اقول لكم ان الماتش امبارح ناس كتير جدا كانت متعشمه ان مصر تكسب، بس الحمد لله احنا اتعادلنا. محمد صلاح جاب جون التعادل. طيب ده يحطنا فين؟ وضعنا عامل ازاي؟ لا هو وضع واو ولا هو وضع خطير، هو احنا لا زي ما احنا من امبارح، لان الفريق التاني اللي موجود في المجموعه اتعادل برضه، صح هو كده؟ الفكرة هو احنا كنا زعلانين لحد ما نتيجة الماتش خلصت، شكرا سيريليون، لان سيريليون قدر ان هو يتعادل وجاب جونين، فاحنا فرحنا بالنتيجة ان التعادل ده كان لصالحنا، لان المنافس بتاعنا اتعادل برضو، فكانت نتيجة او ان احنا اطمننا يعني. بعد ما الماتش التاني خلص بدأنا ناخد انفسنا، بعد ما ماتشنا احنا خلص كنا اكيد متضايقين، لان كنا متوقعين اكتر، احنا فريق كبير وكنا متوقعين اكتر بصراحة، لكن يمكن صلاح كان رائع، والهدف كان رائع. وبمناسبة صلاح حصل حوار بينه وبين حسام حسن، الناس فسرته، احنا بقينا بنصدر اللي احنا اللي في خيالنا، يعني في ناس كده عندها هواية التأليف، يعني في صلاح وفي حسام حسن، واتكلموا على ايه، كل واحد بقى بيألف الحكاية، يعني في جزء من حقيقة، لكن كل اللي بيتبني على هذا الجزء ما بيبقاش حقيقة. في ناس هي دي هوايتها ومهنتها ومتعتها وممارستها طول الوقت في كل حاجة، فقال لك ده هو كان عايز يغير صلاح، واحنا كنا في الدقيقة 92 93 في آخر الماتش، يعني هيغيره وينزل مين في دقيقتين؟ يعني هو كان بيطمن عليه، وهو قال له ان هو اوكي وتمام وان هو قادر ان هو يكمل الماتش. بصي انا هقول لك على حاجة، انا معاكي جدا ان في شخصيات بتحب ان هي تكبر وتعمل مشكلة من مشكلة او تعمل حاجة من موضوع قدامهم، بس اللي انا عايزه اقوله ان في الاخر خالص نخف شويه. اي حاجه هيحصل او اي حوار بيحصل بين لاعب ومدرب ومدربه احنا مش محتاجين احنا ندخل مراخيرنا فيه، بالذات ان انا عايزه اقول لكم على حاجه، احنا المونديال ده 2026، يعني لسه قدامنا وقت طويل جدا. الماتش اللي جاي لمصر بعد 8 شهور من دلوقتي، فاحنا محتاجين ان احنا نهدى، واكيد اكيد المدربين واللعيبه عارفين او شافوا بعض وشافوا هم شاطرين في ايه، حلوين في ايه، وحشين في ايه، واعتقد كمان ان ده هيتم تدرجه مع الوقت اللي جاي، مع الشهور القادمه. احنا لسه قدامنا 8 شهور عقبال ما نلتقي بالمنتخب مره تانية في ماتش من الماتشات، ولسه في كمان اكتر من 6 ماتشات، يعني احنا لسه عندنا 6 ماتشات تتلعب قبل ما نوصل للغايه اللي احنا عايزينها وهو كاس العالم. فخلينا نخف الماتش على اللي بعض جاي كده لينا بالراحه مع عشان مش اثيوبيا ناقصين. في مارس، فلسه بدري ان احنا نستعد كويس، ان احنا نفكر كويس، ان احنا نراجع نفسنا كويس، حاجات كتير جدا محتاجه مراجعه الحقيقه. لكن افضل حاجه، افضل لقطه في رائعه في المباراه، كانت هتاف جماهير غينيا بيساو لصلاح في مشهد اكتر من رائع، نشر صلاح على الانستجرام الفيديو، جماهير غينيا وهي بتغني له وبتهتف باسمه، بجد شعب طيب وراقي، وصلاح اسطوره مصريه حقيقيه. صلاح نجم عالمي، كل الفرق لو فرقتهم ما بتلعبش بيشجع الفريق اللي هو بيحبه، اللي هو منهم فريق محمد صلاح. محمد صلاح نجم، الناس بغض النظر عن فريقهم بيلعب او لا، هم شايفين قدامهم اسطوره في كره القدم، ده حابين الفيديو. جدا ان هم يغنوا له. صلاح يستاهل كل الحب والتقدير من اي جمهور ليه، لانه شخصيه محترمه وملتزمه. طيب